في الندوة نفسها. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والحزب الجمهوري قال إن الثورة تمكنت من استعادة جزء كبير من حرية الصحافة والتعبير، ولكنها تبقى على حد قولهما دون ضمانات قانونية. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أطلقت صرخة فزع بسبب ما قالوا إنه وضع اليد على الإعلام. سنشاهد ربما دسترة منع بعض الحريات، وهذا في اعتقادي أن فادي للمعنى وحرية الإبداع والإعلام وغيرها من الحريات ستكون مقيدة وستؤدي ممارستها إلى نفيها. إياد الدهماني المكلف بالإعلام في الحزب الجمهوري قال إن الفراغ القانوني فتح الباب أمام الانتهاكات لحرية الإعلام، وطلب بوقف محاولات السلطة التنفيذية برأسيها لبسط يدها على الإعلام العمومي من خلال التسميات والتوقف عن الضغط على وسائل الإعلام والابتعاد عن محاولات تدجينه وتوظيفه لخدمة الأجندة الحكومية والحزبية حسب قوله. وطالب الحكومة المؤقتة بعدم الانتقائية في المراسيم. السياسة الانتقائية هذه احنا راضينها، نطالب بإقرار إطار قانوني لضمان حرية التعبير وتأطير وضع إطار قانوني لقطاع الإعلام يسمح بقطاع إعلام يعطي للتونسي حقه في إعلام حر ويسمح بإعلام عمومي محايد ويقدم المعلومة كمرفق عمومي. هذه كيفاش تكون اليوم الإعلام والصحافة سلطة رابعة. وإلى جانب النصوص القانونية فإن حلولا أخرى مطروحة من أجل ضمان حرية الإعلام. الحل هو مواصلة الضغط، هو المجتمع المدني، هو التحرك السلمي. يجب أن ندق ناقوس الخطر، ويجب أن نجعل يعني الرأي العام في تونس على اطلاع كامل مما يحدث اليوم. هناك يعني عودة إلى المربع الأول، وهناك محاولة إلى وضع اليد على الإعلام نهائيا. ليبقى الأمر متعلقا بأصحاب القرار وبالإعلاميين والصحفيين في جعل الإعلام سلطة رابعة بحق. وينضم إلينا سي صلاح الدين الجورشي الإعلامي والمحلل السياسي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. نحن اليوم في فراغ قانوني، برأيك ما هي ضمانات؟ وهذا الحقيقة مشكل إلى حد الآن احنا كإعلاميين لم نفهم أسبابه. نعم. لماذا تمت تعطيل المرسومين 115 و116، وبالتالي مما جعل أن هناك فراغ قانوني. وهذا الفراغ القانوني شنو خطورته؟ خطورته أنها جعلت الصحفيين عرضة للانتهاكات، عرضة للضغوط، عرضة لتشويه السمعة، وبالتالي الصحفي الآن غير قادر ولا يملك الأدوات القانونية ولا الغطاء القانوني الذي يسمح له بالدفاع عن حقوقه وبحماية مهنته. لذلك أصبح من الملح جدا أن يقع التعجيل بتفعيل هذين المرسومين. الآن في المجلس الوطني التأسيسي رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر قال بأنه من هنا إلى آخر الشهر سيقع تفعيل هذين الأمرين بعد مراجعتهما. أنا نتمنى أنه يقع التعجيل بالفعل، لأنه بالفعل الصحفيين الآن لا يملكون أي غطاء قانوني. في المقابل شو يعمل الصحفيين الآن؟ مطالبين أنهم يدافعوا عن مهنتهم. وشو الخلاف؟ والخلاف حول ماذا؟ خلاف حول ثلاث حاجات. لابد من أنه في عملية المراجعة القانونية لابد أن تكون الحقوق الصحفي وحريته في التعبير وفي مهنته لابد أن تضمن قانونيا ودستوريا. الأمر الثاني هو عدم التدخل في موضوع التسميات. تسميات المسؤولين في داخل القطاع دائما تثير مشكل، وإذا كان هناك مراجعة للتسميات وهذا أمر معقول يحصل في كل بلد، يقع مشاورة أصحاب المهنة وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الصحفيين. الأمر الثالث اللي هو يتعلق باستقلالية المرفق العمومي، يعني لكي نجعل أو لكي نوطد هذه العودة للتطبيع بين المواطن وبين وسائل الإعلام، لن تتحقق عملية التطبيع كما نتمناها إلا إذا توفرت الاستقلالية الكاملة للمرفق العمومي، لأن التلفزة ملك التونسيين، ولذلك لابد أن تحظى بنوع من التوافق ونوع من إعطاء الإمكانية باش الصحافي. وأنتم هنا لأن النقاش الكبير هو حول شنو جدل وتجاذبات. نعم. حول هذا المربع، يعني نشرة الأخبار الرئيسية وماذا يجري فيها. هذا ما يزموش يخضع لا للتجاذبات السياسية ولا أيضا للتدخلات متاع الحكومة. ونقول ننصح أنا المسؤولين في البلاد بأنه راهو مش كل ما تظهر صورتك في التلفزة كل ما ذاك يكون في صالحك،
بل بالعكس يعني كثرة تكثيف الظهور في وسائل الإعلام وخاصة التلفزة ممكن أن تضر المسؤول وتلحق به أضرارا فادحة على المستوى ثم يا أخي نشرة الأخبار هي تعطي الأولوية للأخبار التي تفرض نفسها مش مطروحة معناها لتقديم جرد يومي حول النشاط الحكومي أو النشاط الرئاسي. نعم سي صلاح الدين الجورشي الإعلامي والمحلل السياسي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. نواصل